فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا طلق الرجل زوجته وهي حامل طلقة واحدة وقبيل أن تضع راجعها، فهل يصح ذلك؟ إذا إيش؟ إذا طلق الرجل زوجته وهي حامل طلقة واحدة وقبيل أن تضع طلقها راجعها، فهل له ذلك؟ إيه نعم، إيه له ذلك، لأن ما دامت حاملا لم تضع فهي في العدة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.